محمد دايما بيقعد عندنا لغط على اختيارات لعيبه المنتخب، وخصوصا كمان لسه رجعنا الخناقات اللي هو الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك. كريم فؤاد ما اتاخدش ليه؟ كريم فؤاد احسن لعيب كره في مصر بعد ماتش الداخليه يعني. صحيح. عبد الله الجمعه اتاخد ليه؟ ده ما لعبش غير الماتش الاخير وقت قليل. برايك في موضوع اختيارات المنتخب ده؟ شوف انا يعني الحقيقه من اول ما جه فيتوريا وانا يعني معجب بيه جدا، يعني الراجل جاي مركز كويس قوي، بيتعامل مع الاعلام بشكل صريح جدا، بيتكلم في كل حاجه. اللي عرفته بعد كده يعني ان هو حتى في التمرين بيشتغل بصوره كويسه جدا، اللعيبه مرتاحه معاه، بيشتغل الاستراتيجيه بتاعته لما شفتها في المباراتين الوديتين اللي لعبهم. لا الراجل بيشتغل بشكل جيد جدا، منضبط جدا جوه الملعب، عنده الانضباط والتركيز والشكل الهجومي اللي بيشتغل بيه عمله بشكل كويس. ما تقدرش تحكم على الاستراتيجيه بتاعته والطريقه بتاعته غير قدام فرقه كبيره او قدام فرقه شبهك او في اعلى ماتش منك رسمي شويه، او في ماتش رسمي او طبعا في ماتش رسمي سواء هتلاعب فرقه صغيره او كبيره. لكن في الماتشات الكبيره اتوقع ان هيبقى نفس الاداء لو ما تنفذش في حاجات، ولكن بقى في شخصيه وهويه للمنتخب. انا متفائل جدا بفيتوريا. حته بقى القايمه وخد مين من الاهلي وخد مين من الزمالك، دي على مر الزمن خالد بتبقى موجوده المناوشات دي، وخد ليه من هنا ثلاثه، لا خد من الزمالك خمسه. فالحاجات دي ما تشغلنيش قوي وما تشغلش متهيألي فيتوريا في اختياراته. لكن الراجل ماشي بخطوات كويسه جدا، هو او ميكالي في المنتخب الاولمبي كمان، يعني حتى برغم الماتش الاخير بتاع المنتخب الاولمبي ما كسبناش بصوره كويسه، لكن الاداء جيد جدا. الشكل حتى الجون اللي جبناه تسلل بالظبط، ولكن عزام فيصل ده فاكر، ولكن ضيعنا كور كتير جدا، يعني ضيعنا فرص كتير جدا. بنوصل بـ 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 بشكل سريع جدا، بننقل الكوره من نص الملعب للخط الهجومي بشكل سريع جدا. اشتغلنا طيب بشكل كويس. كان في تغيير، يعني في تغيير في المنتخب الاولمبي وفي تغيير في المنتخب الاول. طب هسالك سؤال بدون كسوف، ارجعوا لي يا جماعه. تعرف طبعا الباك ليفت الاساسي فتوح غايب، محمود حمدي الونش برضو قوه دفاعيه برضو غايبه الاصابه. يعني لو انا بفكر كده مين ممكن يكون التشكيل الاساسي لمنتخب مصر، فهقول لك محمد الشناوي في حراسه المرمى، ممكن اقول لك مثلا احمد حجازي وعلي جبر مثلا. صحيح. ممكن هما الاثنين يلعبوا في القلب مثلا، ممكن نلاقي مثلا ناحيه اليمين ممكن يلعب مثلا بعمر جابر، ناحيه الشمال محمد حمدي اللي مظبوط هنضم من بيراميدز، نص الملعب هتلاقي مثلا معرفش ممكن هادي ممكن يبدا بمحمد النني او حمدي فتحي، لكن انا مؤكد النني انه مش موجود متهيألي. النني لا ممكن ياخده، ما هو خلاص لعب ماتش الارسنال الاخير، الله اعلم يعني. امام عاشور اعتقد هيكون لعيب اساسي في نص صحيح. الملعب، هو مقتنع عنده قناعه بمحمود حماده، خد بالك كلاعب مهم بالنسبه له يعني. عندك ناحيه الشمال تريزيجيه، ناحيه اليمين محمد صلاح، في احمد السيد زيزو ممكن نوظفه مرموش في مكان مرموش برضه ظهر معاه بصوره كبيره. صحيح. جدا مصطفى محمد هو الراس حربه الاساسي عنده. هنتغلب كم من بلجيكا يا صدر؟ والله الماتشات دي ما بتبقاش يا خالد، انت عارف طبعا الماتشات الكبيره لما بتلعب انت قدام فرقه كبيره بتبقى مركز انت اكتر، الضعف بتبقى انت عندك الدوافع اكتر، بتبقى انت نازل وحريص اكتر منهم، فممكن خد بالك تعمل ده اخر ماتش ليهم قبل كاس العالم قبل ما يلعبوا وبيلعبوا معانا عشان مجموعتهم فيها المغرب. مظبوط. وهم عندهم اول ماتش كندا يوم الاربع وهم هيلعبوا الجمعه. ما هي الناس دي ما بتلعبش ماتشات وديه هباء كده، هي بتشوف المستوى اللي هيلعب فيه والشكل اللي هيلعب فيه مع المغرب. انت عارف مين منظم الماتش ده؟ منتخب مصر. مين؟ شركه نادر السيد. والله؟ ما عشان نادر في بلجيكا. شركه نادر السيد اللي منظمها مع شركه سويسريه على ما اعتقد. لا هو طبعا ماتش هيبقى حلو قوي، بتلعب يعني تاني او تالت فرقه احسن فرقه في العالم بلجيكا. تاني احسن فرقه في العالم. تاني او تالت احسن. لا التصنيف ال 32 منتخب، نمره واحد البرازيل، نمره اتنين بلجيكا، اعتقد نمره ثلاثه الارجنتين، فرنسا في فرنسا وانجلترا خمسه، ترتيب كده. اول فريق افريقي رقم 16 منتخب السنغال. والمغرب رقم 20، واعتقد تونس ده تصنيف كويس، خد بالك. إيه؟ ده تصنيف كويس، خد بالك. تونس حاجه و20، السعوديه 28، قطر 30، الاكوادور 31،
نمره 32 واخر فريق غانا. 32 اخر فريق غانا. اخر فريق في البطوله غانا. حتى الكاميرون 26 27 حاجه كده يعني. المغرب 20، السنغال 16 في المنتصف بالظبط. هم 32 فرق، السنغال رقم 16. يعني لما نرجع بقى لبلجيكا، لما تلعب احسن تاني فرقه في العالم، تونس 25 حاجه كده، لما تلعب تاني احسن فرقه في العالم، ده طبعا احتكاك قوي جدا. مش بتهمنيش النتيجه قوي خالد، اكتر ما بيهمني الاداء بتاع الشكل، المنتخب هيبقى عامل ازاي. هو لعب ماتشين وديين الناس كلها انتقدته وقالت ان احنا بنلعب فرقتين كانوا اقل مننا فنيا، ولكن هو كان له رؤيه. الراجل هو عايز يشوف الاول الطريقه بتاعته والاستراتيجيه بتاعته هتمشي مع اللعيبه اللي موجوده ولا لا الاول. اي بس برضه صبري، ما هو احنا، هو انا ما اجي اقول لك هنتغلب كام، يبقى هنتغلب. يعني اصل انت بتلعب بلجيكا يا جماعه، فنيات ومستويات مختلفه عنك تماما. انا احنا دايما بيبقى عندنا ثقه في نفسنا قوي. انا بحس كده، انا مقتنع. يعني فاهم قصدي؟ يعني بحس كمان قدام الفرق الكبيره احنا ممكن ايه نستأسد. هم اعلى منك فنيا، اوكي قوي. يعني قبل ما ندخل هم اعلى منك فنيا قوي، قدراتهم، قدرات الفرديه. انت بتتكلم، عارف لوكاكو، بنتكلم على دي بروين. عندك لوكاكو، دي بروين، وحارس المرمى، حارس مرمى ريال مدريد اسمه يا جماعه والله نسيت. كورتوا. كورتوا تمام. لا عندك بص فرقه كبيره جدا، لا وغير اسامي كتيره بقى. طبعا، وقدراتهم الفرديه كمان رهيبه. فبالتالي انت ما تقدرش تقول ايه انا هروح اخسر كام، او لو خسرت كام يحصل لي ايه. لا انت رايح تلعب ماتش كبير، وبالتالي ما كنتش تلعبه يعني. على فكره احنا لعبنا الماتش قبل كاس العالم برضو مع بلجيكا تقريبا يا جماعه. وخسرنا واحد تقريبا، خسرنا واحد او تعادلنا. لا 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 ما تعادلناش يا عم. أوه. غلبنا والنتيجه مش قليله برضو متهيألي يعني. افتكروا كده النتيجه كام كام؟ حالا هجيبها لنا. فاذا انت فاكر ايدن هازارد ده كان تكي 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 تك. صحيح، فاكر الماتش ده كان بيعمل كل حاجه في الكوره. فاكر طبعا. لكن النتيجه برضو يعني ما تهمناش قوي خالد، يعني يهمنا ان احنا نشوف منتخب مصر شكله هيبقى عامل ازاي قدام فرقه كبيره واكبر منك فنيا، قدرات الفرديه اللي جوه الفرقه اعلى منك فنيا كمان. خد بالك هم الثالث العالم. طبعا سنه 2018 بطل العالم كان كرواتيا، تاني العالم، وبطل العالم كان مين يا جماعه نسيت؟ فرنسا. وبعد كده كرواتيا، وبعد كده بلجيكا، وبعد كده انجلترا. هي بلجيكا على طول بقالهم 4 5 سنين خالد من بعد ما التيم ده اتعمل، وهم يا تاني تالت رابع. خسرنا 3-0 بس. 3 اعتقد لوكاكو كان جاب هدف كمان، ايدن هازارد ولوكاكو جاب هدف تقريبا. خسرنا 3-0 كده مع بس الاداء كان وحش يعني. وكنا كمان ساعتها بنستعد لكاس العالم.